السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام، يا رب تكونوا تمام. جمعة طيبة إن شاء الله. اليوم سوف نتكلم على درس مهم جدا جدا، وهو حول بطاريات الفوسفات الحديد والليثيوم A1 NMC. سوف نتكلم على النوعين، إيش مخاطرها، إيش إيجابياتها، سلبياتها، وأيضا سوف نتكلم عن الحماية BMS، وأيضا سوف نتكلم إن شاء الله على بطاريات نزلا أيضا في السوق ليثيوم A1 تجارية على أساس أنها فوسفات الحديد. إن شاء الله سوف نتطرق في هذا الفيديو حول درس مهم جدا إن شاء الله. لاحظ أعزائي المشاهدين، البطاريتين الفوسفات الحديد على يدنا اليسار، والبطارية الليثيوم A1. طبعا بطارية الليثيوم A1 تبدأ ب 3.7 فولت، خلي هذه المعلومية عندك، 3.7 هذه تبدأ بطارية الليثيوم A1، بينما بطاريات الفوسفات الحديدية تبدأ ب 3.2 فولت، 3.2 للمعلومية، لكي تفرق بين الفوسفات الحديدية والبطاريات A1. هذه هي طبعا فرق بينهم في جهد الفولت، قلنا الفوسفات الحديدية 3.2 بينما A1 3.7. نتكلم أعزائي المشاهدين حول بطاريات الليثيوم A1، مخاطرها. تنطوي بطاريات الليثيوم A1 على احتمالية حدوث مخاطر مثل الحرائق والانفجارات وانبعاث الغازات السامة. نظام تخزين الطاقة البطارية BISS عبارة عن مجموعة من بطاريات A1 التي يتم تجميعها في رفوف من الوحدات اعتمادا على ترتيب الرفوف والوحدات. من المحتمل أن تنتشر المخاطر بين البطاريات أو الوحدات أو حتى الرفوف. سلبيات بطاريات ليثيوم A1 NMC: تسخن وخطيرة، قد تنفجر فيك لا سمح الله، وخاصة في البيت أكبر خطأ عليك أنت وأولادك، تعتبر قنبلة موقوتة فيك، في أي لحظة قد تنفجر فيك لا سمح الله. سبب شراء عليها بكثرة: هي رخيصة الثمن، سعرها بعكس أسعار الليثيوم الفوسفات الحديدية، أسعارها غالية، تلاحظ فرق كبير بينها وبين الفوسفات الحديدية. أيضا درجة الحرارة تؤثر على بطاريات الليثيوم A1 NMC، وإذا زادت بكثرة السخونة تنفجر فيك مباشرة. تستخدم جميع بطاريات الليثيوم A1 مواد قابلة للاشتعال، ومن المحتمل أن تكون الحوادث مثل تلك التي حصلت في برونكس نتيجة هروب حراري، وهو تفاعل متسلسل يمكن أن يؤدي إلى حريق أو انفجار كارثي. وفقا لكو وقد غالكو، يمكن أن تحدث هذه العملية بسبب سخونة البطارية الزائدة أو ثقبها أو عطل كهربائي مثل ماس كهربائي. أعزائي المشاهدين، زي ما عرفنا البطاريات الليثيوم A1 يعني بصراحة قنبلة موقوتة في بيتك، في منزلك، إذا سخنت عليك لا سمح الله تنفجر فيك مباشرة، فيك وفي أولادك. لا يغرك سعرها رخيص، دوراتها كبيرة، بس في نفس الوقت هي قنبلة موقوتة في منزلك. فالأفضل أن تأخذ الفوسفات الحديدية، هي الأفضل وأمن لك ولبيتك ولأطفالك. أعزائي المشاهدين، عرفنا بطاريات ليثيوم NMC، مخاطرها وسلبياتها هذه هي تكلمنا عليها إن شاء الله. نلاحظ هنا أعزائي المشاهدين، هذا مصنع في كوريا الجنوبية، عثر على نحو 22 جثة في مصنع البطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، اندلع فيه حريق هائل بسبب البطاريات الليثيوم A1، بسبب
يعني قد يكون السخونة أو الحرارة أو ماس كهربائي من هذه الأشكال أدت إلى حرق المصنع بالكامل و22 قتيلا فيه. أيضا هنا أعزائي المشاهدين هذه الصورة في إيران، أسفر انفجار بمصنع للبطاريات يقع إلى جنوب شرقي العاصمة الإيرانية طهران عن إصابة 21 عاملا بجروح بحسب وسائل إعلام إيرانية. هذا مصنع إيراني للبطاريات، أيضا نفس الكلام زي ما تلاحظون الصورة، تفجر المصنع بسبب البطاريات الليثيوم، درجة الحرارة، السخونة، عدم السلامة، هذه كلها تؤدي إلى انفجارات. فتخيل المصنع كامل انفجر أي العزيز المشاهد، مصنع كامل انفجر، فما بالك بمنزلك الصغير لو سمح الله. فلذلك هذه الأمور يجب ألا تتهاون فيها تماما. بطارية الليثيوم أيوان بصراحة قنبلة موقوتة في منزلك، وأكثر الناس لا يعرف هذا الشيء، وأكثر الناس أيضا يتهاون في هذا الشيء ولا يأخذ بعين الاعتبار. فنرجو من الجميع يعني أخذ السلامة وتأخذ لك البطاريات الأفضل، الفوسفات الحديدية هي الأكثر أمانا طبعا. أعزائي المشاهدين نتكلم الآن على البطاريات الفوسفات الحديدية لايف بيفور، هي آمنة لك ولبيتك ولأولادك، ويطيل عمرها الافتراضي دورة كل بطارية تصل إلى 6000 دورة، وهذا ميزة جميلة جدا. تتحمل حرارة والأجواء الحارة أفضل من بطاريات الليثيوم أيوان. تقدر تستخدمها وانت مطمئن بأمان، وعمرها الافتراضي يصل إلى 20 سنة. عمر البطاريات الليثيوم فوسفات الحديدية قلنا يصل إلى 20 سنة، وضمان لها يصل من الوكيل إلى 5 سنوات فولتية تبعها. الفولتية تبع البطاريات الليثيوم الفوسفات الحديدية 3.2، قلنا البطاريات الليثيوم فوسفات الحديدية الفولتية تبعها 3.2، بعكس بطاريات الليثيوم أيوان 3.7. لاحظ هنا أعزائي المشاهدين هذه القطعة اسمها BMS، تعني نظام إدارة البطارية، يحمي BMS الخلايا من التلف والأكثر نظام شيوعا من الجهد الزائد أو المنخفض أو التيار الزائد أو درجة الحرارة المرتفعة أو قصر الدائرة الخارجية بإغلاق البطارية. BMS سيقوم نظام لحماية الخلايا من ظروف التشغيل. نفهم من هذا الكلام أعزائي المشاهدين أن بطاريتك الليثيوم الفوسفات الحديدية يجب أن تشتري لها نظام حماية وهو BMS لكي يحميها من التيار الزائد أو التيار المنخفض، لينظمها في الشحن الزائد أو التفريغ الزائد أو المنخفض. أكثر الناس تشتري بطارية الليثيوم ولم تستخدم نظام الحماية BMS، وهذا خطأ. يجب أن تشتريه لكل بطارية لكي يحافظ على بطاريتك ويطيل عمرها الافتراضي. نلاحظ أعزائي المشاهدين هنا بطارية سويفت، هذه البطارية تدعي أنها بطارية ليثيوم فوسفات الحديدية، وهي من الإمارات طبعا يصدروها، بس للأسف هي بطارية ليثيوم أيوان. أنا حبيت أنبهكم عليها، وفي بطاريات كثيرة أيضا للأسف يعني يدعوا أنها أصلية وجديدة، نزلت في الأسواق، بس للأسف هي وردوها واستوردوها من الإمارات على أساس أنها بطارية ليثيوم فوسفات الحديد. زي ما تلاحظون هنا نفس شكل الفوسفات الحديدية،
بس للأسف هذه هي بطاريات ليثيوم أيون تجارية، وأكثر الناس طبعا قد تأكدوا من هذا الشيء بعد ما ركبوها في المنظم الشحن. طبعا منظم الشحن الفولتية يجب أن تكون 3.2 زي ما قلنا لكم في بداية المقطع، البطاريات الفوسفات الحديدية، لكن للأسف طلع غير الكلام، طلع 3.8 فولت، وهي يعني معروفة بطارية ليثيوم أيون. لو أن منظم الشحن طلع لك 3.2 أعرف أنها بطاريات فوسفات الحديدية، بينما إذا طلع لك 3.7 أو 8 أو 4.2 أو 1 أعرف تماما على طول أنها بطاريات ليثيوم أيون. نلاحظ هنا أيضا أعزائي المشاهدين هذه الصورة، طبعا الكاتالوج مكتوب عليها 51.2 فولت. هذه طبعا بيانات فوسفات الحديدية الأصلية طبعا، لكن للأسف هذه البطارية السويفت، هذه شركة إماراتية سويفت، طلعت ليثيوم أيون للأسف وليس فوسفات الحديدية، لأنها سعرها رخيص والناس ما تعرف، ويبيعوا في الأسواق بكثرة والناس ما تركز وما حد يوعيهم. فهذه بصراحة قنبلة موقوتة في منزلك وأنت لا تعلم بهذا الشيء، يجب الانتباه ثم الانتباه ثم الانتباه من ذلك. نلاحظ هنا أيضا في هذه الصورة أعزائي المشاهدين، لكي تعرف بطاريات الليثيوم فوسفات الحديدية أو هل هي بطارية ليثيوم أيون، من طريق الإعدادات حق المنظم لاحظ الخيار الأول بيطلع لك 3.7 تماما أعرف أن هذه بطارية ليثيوم أيون، هذه هي التي تنفجر فيك في أي وقت مع السخونة مع الحرارة مع الماس كهربائي لا سمح الله تنفجر فيك تماما. بينما الخيار الثاني البطاريات الفوسفات الحديدية مسجل 3.2 هذه هي الفولت طبعا حقها. نلاحظ الفرق كبير جدا بين الليثيوم أيون والفوسفات الحديدية بمقارة بالفولت، زي ما تلاحظون قلنا الليثيوم أيون 3.7 والفوسفات الحديدية 3.2، هذا أمين جدا ويعني صديقة للبيئة البطاريات الفوسفات الحديدية. أعزائي المشاهدين هذه طبعا بعض النصائح المهمة وحول البطاريات الفوسفات الحديدية والليثيوم أيون، ويعلم الله ما سويت هذا الدرس الجميل والرائع لكم إلا محبة للناس، ويعم الخير إن شاء الله والإفادة، وأكثر الناس توعي من المخاطر من البطاريات الليثيوم أيون التي تنفجر فيك بسبب السخونة بسبب ماس كهربائي بسبب الثقب بالخطأ، هذه هي تؤدي إلى هلاكك، تؤدي إلى هلاكك وهلاك البيت وهلاك أولادك طبعا قبل كل شيء. فأنت كيعني شخص مستخدم يجب أن تستخدم الحاجة الأفضل لك، يعني لا تأخذ شيء رديء، خذ الأفضل، خذ الحاجة الممتازة حتى لو كانت غالية، يعني تخسر مرة ما تخسر كل مرة، وفي نفس الوقت أمان لك ولأولادك ولنفسك لو سمح الله، لأنها زي ما قلنا هي قنبلة موغوتة في المنزل، فيجب أن تنتبه وتنتبه وتنتبه. وفي الأخير حرية الاختيار لك، سواء كان فوسفات الحديدية الآمنة أو البطاريات الليثيوم أيون NMC، وذلك يعني في الأول في الأخير زي ما قلنا لك حرية الاختيار، أنت اختار فوسفات الحديدية أو الليثيوم أيون NMC، وهذا في الأخير يرجع لك. فأنا أنصحك في الفوسفات الحديدية، هي الأمان، هي الأفضل، هي العمر الافتراضي لك، هي الدورات الأكثر، العمر الافتراضي الأكثر إن شاء الله. أعزائي المشاهدين وفي نهاية المقطع إن شاء الله أن الفيديو أعجبكم ونال إعجابكم واستفدتم
وإن أصبت فهو من الله، وإن أخطأت فهو من الشيطان. وفي نهاية المقطع لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ادعمونا بآرائكم، ادعمونا باستفساراتكم، بأسئلتكم، وإن شاء الله نوافيكم أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.